حازم امام في عزه ولا ابو تريكه في عزه؟ مفيش حد زي حازم امام في الكوره. مفيش حد زي حازم امام في الكوره خالص خالص. مفيش بجد والله والله العظيم مفيش حد بيلعب كوره كوره غريبه ماشي كوره رائعه ماشي زي حازم امام. مفيش حد زيه في مصر. احسن مهاجم جه في تاريخ مصر مين؟ حسام حسن. حسام حسن في عزه ولا عماد متعب في عزه؟ لا كابتن حسام حسن ما يقارنش بحد. مع ان انا على المستوى الشخصي بحب عبد الحليم علي قوي. طبعا هداف قدير بحبه قوي. طبعا طبعا من افضل الناس اللي لعبت معاهم. طبعا مش عايز اخليه. وكان بيحصل لي مشاكل بسببه رهيبه. رهيبه ماشي. بس لا كابتن حسام حسن. لو ما كنتش بتلعب في الزمالك مين النادي اللي كنت تحب انك تلعب معاهم؟ الزمالك برضو. مين النادي التاني؟ الزمالك. الاسماعيلي المصري الاتحاد. الزمالك برضو. الزمالك